لعله أمر مفرح للبعض أن يكون مكان عمله هو المكان الأكثر راحة بالنسبة له، أي المنزل. لكن بالنسبة للأم العاملة يبدو أن إنجاز العمل من المنزل ليس بالأمر السهل بتاتا. بالنسبة لماريا الأم لفتاتين وربة المنزل الذي يغيب عنه الأب بدواعي السفر، العمل من المنزل أمر أصعب من كونها أم عاملة. في البداية ومع إعلان حالة التعبئة وبالتالي العمل من المنزل للجميع، فرحت وظنت أن تحويل المنزل إلى المكتب سيكون مهمة بسيطة سهلة وستكون قريبا من ابنتيها طوال الوقت. لكن بعد وقت قصير وجدت أنها من المهمات المستحيلة. بس عرفت أنه بدي وقف الشغل برتاح شوي مع الولاد لأنه كنت كتير تعبانة، كنت بحاجة لرياحة. فما كنت حسب ما توقعت أبداً القصص، الشغل الشغل البيت للبيت أكيد هيدا. وما يزيد الطينة بلة بحسب ماري أن أدوارها زادت واحدة، فإضافة إلى كونها الأم والعاملة والمربية أصبحت المعلمة مع إغلاق المدارس وإرسال الدروس لإنجازها من البيت، وعليه فإنها تكاد لا تجد دقيقة من السكينة والتركيز. في درس تبع الولاد بدك تتابعي معهم شو في شيء جديد شو نزل، بدك تنزلهم اياه وتطبعيلهم وراء وتحضرينهم اياه وتفسرينهم على الاشياء الجديده، وأممتا انت عم تشتغلي واونلاين مع الشغل، يعني انه يكونوا هول مع بعضهم. يعني بتحسي حالك كثير معصبه وكثير مشنجه بتقولي خلص. بين المطبخ واللابتوب وإرسال الرسائل الإلكترونية وتحضير الوجبات والتأكد من إتمام الدروس وتلبية طلبات ابنتيها، حال ماري يشبه حال الكثيرات من الأمهات العاملات. إيجابيات العمل من المنزل لا تقارن مع سلبياته، وينصح الخبراء النفسيون باتباع خطوات ووضع خطة عمل داخل المنزل تبعد المرأة عن الاستنزاف النفسي الذي تجد نفسها مرغمة على تحمله. ليلى خليل، الغد، بيروت.